يبا طيعوني، انتوا الربحانين. انتي عبالتش اللي قلتوا لا بيخليكم قاعدين في البيت، اقلها بيقول لكم يبوا اجارات السنين اللي فاتت هذه كلها وبيقضبكم الباب. حسيتها وين بتباتون؟ هذا حقه، ما حد يقدر يقول له لا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احنا اصلا ما لنا شغل بالسالفه هذه كلها، واذا يبينا نطلع من البيت الحين بنطلع ولا راح نهتم. اي وين بتروحون؟ مو شغلك. اهم شيء انا عندي علاج امي، وانا سمعت الدكتور بدني يقول لازم تكمل علاجها عشان يرد نظرها. العلاج ببلاش؟ العلاج بيكلف بيزات وايد. منين لك انت نجمه؟ بنيتي ما يخالف، عديني حسبه ابوك. ايش تسوى الدنيا عندك وامك عيونها ونظرها يرد وقدامها ذيك الماكينه الجديده والبيت يتعدل وتكبر وذاك المهر اللي يحلمون فيه كل البنات وهدايا وعطايا لعم منصور؟ ولا بتصيرين فيها بطله امك الفقيره هذه تفقد نظرها؟ اسمعني عدل، روح قول حق منصور نجمه مثل بنتك، واللي بيسويه خلي يسويه، ما عندنا بنات للزواج. هذا قولك. ايش راي نجمه؟ انا موافقه. لا يا يبو نجمه لا، ليش؟ ايش حقه؟ ما انت عندي بالدنيا، اموت انا بصير الدين ضرج. ايش رايك؟ اكل رقي اكل، اكل رقي. بس صدق عاد، انا قلت البنت بترفض والام توافق. لا، نجمه وافقت وهي فرحانه بعد. انت كذاب، نجمه وافقت علشان علاج امها. صح، شلون جبتها عمي؟ وانا عند وعدي بكتب البيت باسمها. لا مو الحين، انطر عقب الملكه احسن. لا 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 لا، الحين وعقب الملكة أعالج أمها. من يضحك أبوك ضحكة ينقمت قلبي. يعني هو يتزوج ويحرمنا من حقنا؟ أي حق؟ حقي بالزواج. أي زواج؟ يما نسيتي يوسف ولد عبد الرحيم؟ ولا أنتي بعد بتقولين إحنا وين وهو وين؟ لا ماني قايلة كذي، بس يوسف بارد، حتى لما خطبك ما ياب أبوه، وهذا مو سنة